إذا ما استمر ريان وبابليون بتوجيه الضغوط على المسيحيين سواء في الموصل، سهل نينوى أو غيرها، ابتزاز المسيحيين أيضا، كل هذا ممكن يشكل عامل للضغط على هذا المكون الاجتماعي المهم في التاريخ العراقي للهروب من العراق. نتذكر يعني النزوح الأول بدأ بعد 2003 من البصرة، من بغداد أيضا كانت هناك تهديدات خطيرة من قبل داعش والميليشيات الإرهابية، تدمير الكنائس، قتل الرهبان، رحلوا إلى كردستان. يعني أغلب المسيحيين اللي هجروا من الوسط والجنوب بعد 2003 رحلوا إلى أقليم كردستان، والبعض من عندهم غادر إلى خارج العراق. اليوم في الموصل هذه الظاهرة الخطيرة لبابليون، هذا النمط الاستبدادي الفاشي الدموي القمعي اللي يمارس ابتزاز الناس في على الطريق الموصل بين أربيل والموصل، ابتزاز للشاحنات، ابتزاز للبشر، ابتزاز للشركات، هذا الإثراء غير المشروع، هذا الظلم اللي تمارسه هذه التنظيمات، هذه الميليشيات الفاشية فعلا لأنها عنصرية، الاستيلاء على أموال، استيلاء على عقارات المسيحيين بطريقة غير مشروعة، غير إنسانية، غير إخلاقية. يحصل هذا اليوم في الموصل وحصل في بغداد، في الكرادة وغيرها من المناطق، حصل في البصرة ويحصل في كل مكان. هذا انتهاك للدستور، انتهاك للنظام، انتهاك لحقوق الإنسان في حياة كريمة، في التملك، حرية التعبير عن الرأي، الحرية الدينية، الحرية المذهبية. كل ما يقوم ببابليون أو غيرها من الميليشيات القمعية الاستبدادية بالتأكيد تشكل ظاهرة خطيرة في الحياة السياسية.